أما الآن فالكلمة مع فارس من فرسان مجلس الأمة ما ركعته أموال حاتم. فارس انشغل بدعم إخواننا في سوريا وهو النائب الدكتور جمعان الحربش، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. في البداية أشكر الأخ نايف المرداس وإخوانا في هذه الدائرة على هذه الاستضافة والانطلاقة الأولى للمقاطعة الأوجب. هذه المقاطعة الدائرة الخامسة، أصحاب النسبة الأعلى والأكبر في إسقاط المجلس المسخ الماضي، أنتم أصحاب المقاطعة الأوجب. أنتم من ستردون بضاعتهم إليهم. حاولوا في الدائرة الخامسة، وزاروكم في الدائرة الخامسة، يبون يغيرون الهواء، يبون يركعون الرجال، لكن المراجل ما تهيأ هالسوية. غير من عض النواجد في سنونه، ان بغيت الشح درب الجود عيا، حالف مصبر على درب المهونة. هذا درب مهونة يا اخواني، يا رجال الكويت ونساء الكويت، قسما بالله يفرضون علينا درب مهانة. والله لو كانت 5-4، انا واحد من الناس كنت افكر ايضا بالمقاطعة، هي 5-4. 6 مرات يحلون المجلس خلال 5 سنوات، اي اهانة هذه تفرض على هؤلاء الرجال الكرام، رجال ونساء الكويت، 5 مرات خلال 5 سنوات يصفون على المدارس في نظام، في سلطة تحترم شعب تبطل إرادته 6 مرات. احنا ما احنا لعبة ولا احنا ضحوكة. العالم اليوم قام يضحك. اذا كانت السلطة تظن واهمة ولو لحظة ان الحين لما يدعون الانتخابات في احد في الكويت يصدق انهم يحترمون الدستور، فالسلطة واهمة وغبية ولا تعرف الواقع. انتم ما تحترموننا، انتم ما تقدرون كرامة الكويتيين، انتم من ضرب الكويتيين اكثر من مرة، انتم من اهان القبائل اكثر من مرة، انتم من فرق المجتمع، وبعدين اتيتم للقبيلة نفسها تريدون الفتنة بين اهلها. لماذا نشارك؟ هل هذا السؤال؟ بل اعطوني سبب واحد يجعلنا نشارك. نقاطع لان عندنا كرامة، نقاطع لاننا نرفض الحكم الفردي، نقاطع لان ابنائنا في السجون، نقاطع لان الوطنيين في المحاكم عليهم قضايا، نقاطع لان تم اهانتنا اكثر من مرة، نقاطع لانكم لا تحترمون خيار الامة، نقاطع لاننا سنفرض خيارنا باذن الله. ليش نشارك؟ الصوت الواحد ما يخدم الا اصحاب المشروع الايراني. شاركنا ولا قاطعنا؟ هذه الحقيقة. ما اقول الشيعة، الشيعة جزء من البلد، لكن اقول المتطرفين اصحاب المشروع الايراني هو اللي يخدمهم، وهو من ينفذ اجندتهم. واذكركم قبل 3 ايام لما دار كلام حول ان الحكومة تبي تروح بخيار 2009، من اللي حركوه؟ حركوا ياسر الخبيث في لندن، شتم رأس السلطة وأمير البلاد علنا، وقال احنا قادرين نغير الوضع في الكويت، وهي رسالة تهديد حتى ما يرجعون عن هذا المرسوم. أعطوني واحد من اللي خوننا وطعن في انتمائنا وقال الكويتيين يبون ينقلبون على السلطة، واحد من حثالتهم رد عليه، واحد منهم رد عليه وشتمه من أقبح الشتائم، ولا واحد فيهم، لا مو بس هم، ولا شيخ من عيال الأسرة رد عليه،
ولا واحد في الأسرة رد عليه، ولا واحد في السلطة رد عليه. أسد علي وعلى غيري نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافري. ليش؟ لأنك تعلم هالشباب وهالوطنيين وهالأبطال وهالرجال وهالنساء، وانت قاعد تضربهم بالمطاعات. كانوا يقولون احنا ما نهدف الى الانقلاب على النظام، نحن من يحافظ على النظام، ويضربون اكثر ويهانون اكثر وتمتهن ارادتهم اكثر. لذلك اخواني الكويت تحتاج الى فزعة، وحنا ما حنا خيل البصرة كديش، حنا خيل اصيلة، والخيل اصيلة اصبر ما تكون في المراحل الاخيرة، واحنا اصحاب المرحلة الاخيرة باذن الله. نعم المحكمة ارادت ان تضفي شرعية على هذا المرسوم الباطل، لكن نقول لكم بكل صراحة، الانتخابات القادمة هي استفتاء على حكم المحكمة. يقبل الشعب الكويتي انه يدخل في بيت الطاعة الحكومي او يرفض؟ والله العظيم لو أعدتوه 20 مرة لنقاطع 20 مرة، ولن نقبل مرة واحدة أن يعرض علينا الفتات. فتات يعرض على الشعب الكويتي. وأنا بضرب لكم مثال تصويري، لو واحد جاك دخل بيتك حلالك كنت بين عيالك، طردتك من البيت وقال مالك إلا هالملحق اقعد فيه، تقبل من واحد يجي يقول لك يا اخي هدي اصلح من الداخل اسكن بالملحق؟ لا. ولا واحد يقول لك خذ غرفة السايق؟ لا يا اخي خذ الغرفة وبعدين تصلح الامور، اتهادنا وياه. هذا الى جو طردونا من بيتنا، بيت الامة، قاعة عبد الله السالم بيت الامة ما هو بيتهم. نعم. وطردونا من قاعة عبد الله السالم، وفرضوا ارادتهم وهي ارادة غير منصفة، ارادة ظالمة، قرار فردي، حكم فردي. نقبل؟ لا. في احد فينا يقبل هذا الخيار؟ لا. لا والله، والله باذن الله سنقاطع، وستكون المقاطعة القادمة اشد واعظم وانكى. وانا اقول لكم اذا صملنا، وباذن الله نصمل، نصمل ولا ما نصمل؟ نصمل باذن الله. والله يا مقراتهم اللي شفناها من سنة بهالدائرة اشوفها فاضية، يمكن سيارات عياله هي اللي واقفة عنده في المقر. والله نعيد الكرة مرة ثانية، أبشر، نعيد الكرة مرة ثانية ويبدأ الحراك مرة أخرى، وما راح يتوقف الحراك. هذه جولة، والمعركة ما تحسم من جولة واحدة. لذلك لن نستطيع أن ندخل لما يعرضون علينا من فتات، والأمة بإذن الله ستفرض إرادتها، وسيعود لها مجلس الأمة، لأننا بإذن الله سنكون صفا واحدا. أكرر الشكر لكم وأشكر الأخوان المستضيفين، والسلام عليكم ورحمة الله.